لو سمحت أنا ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟ مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أهلا أنا وسهلا، اتفضلي. زعلانة من رمضان. زعلانة مع جوزك يعني؟ آه تمام. محاماتي زعقت لي وخدت مني العيال، والعيال ما أبوهم مش راضي يجيبهم لي اللي أنا أشوفهم، يعني أدير كده دي 6 شهور والعيال صغيرة، واحد عنده 5 سنين وبنت عندها 3. لا حول ولا قوة. انت سبتي يعني بيت جوزك، اه سبتي البيت وقاعده عند اهلك؟ ايوه تمام. ولا عشان كان بموقف ولا طردتي ولا هو طردك؟ دكتور ابراهيم لا، ده بيسأل. حماتي هي اللي خانقت معايا ومشيتني. هي اللي مشيتك ولا انت اللي مشيتي؟ لا هي اللي مشيتني. اه، ومفيش اي جديد من ساعتها، لا واخدين هو الولاد ومش عارفه تشوفيهم؟ ايوه. طب حاولتي تدخلي اطراف من العائلات او كده؟ لا بصراحه ابويا قال لي ما تتكلميش تاني ومش هروحك تاني. اه، باباكي واخد موقف ان هو ادام هم عملوا كده فهو محدش يتدخل. ايوه. لا طبعا. طيب تمام يا اسماء، لو شكرا. سمحتي بس اتفضل. انا عايزه اعرف ده، وفي ناس كتير بقول لي انت يا صبرك اللي انت ما شفتيش العيال اجلك 6 شهور، هو ده اسمه صبر ولا ما اعرفش ايه طيابه دي ولا ايه؟ يا حبيبتي حاضر، هنرد عليك يا اسماء. حاضر. للاسف ناس كتير مقهوره قوي ومش عارفين ياخدوا بالاسباب ايه، مش فاهمين الدنيا صعبة. السؤال الأخير إيه؟ إن هي بتقول إن كده صابرة ولا أنا كده سلبية، يعني تقصد إن أنا كده باخد بالأسباب ولا واضح لأ؟ إنها متابعة حضرتك وفي موضوع السلبية ولا إيه؟ يعني هي بتقول فعلا أنا كده عاملة اللي عليا ولا أنا كده صابرة ولا ده اسمه إيه؟ بتقول طيابة. إحنا على فكرة هنعمل من حلقات الوهم وهم السذاجة أو الطيبة، إن هي مفهومة غلط. فهي الفكرة بتقول أنا في أنهي فيهم، هي دلوقتي واقعة ما بين، هي لا حول ليها ولا قوة، بس باباها قال لها مش هرجعها. طبعا لازم تحاول مع باباها، مع عمها، مع امها، مع خالها، خالتها، اختها، اي حد لازم يقنع الوالد، لان احيانا الناس بياخدها على كرامته. طيب كرامتك، اهلا يا كرامتك، والعيال دي لا يمكن يا جماعه، يا جماعه الخير، يا جماعه الانسانيه، لا يمكن يخرج الطفل سويا وهو مع ابيه فقط او مع امه فقط، لا يمكن. فلا بد وان بتاع القانون، بتاع الدستور، بتاع الكتابه، بتاع القصه، بتاع الفيلم، بتاع التمثيليه، بتاع التنفيذ، بتاع البتاع كله يحاول يجمع الاسره. انا بشوف اباء يبكون على ابنائي مش عارف يشوفهم. يعني ايه تقول لي يشوفهم ساعتين في الاسبوع؟ هو انت جنسك ايه يا عم الحاج؟ انا بصرف عليه دم قلبي واشوفه ساعتين في الاسبوع؟ ولا ده الكفار في بلادهم قال لك يروح يبات عند ابوه خميس وجمعه وسبت؟ ده الكفار. احنا بلد مسلم، احنا بلد له عراقه في الدين، ازاي تقول لي ده يتحرم او دي تتحرم؟ يعني ايه تتحرم من اولادها من رمضان لغايه دلوقتي وفيهم طفل 5 سنين؟ الطفل ده عايز حد ياكل، يشرب، يلبس، يحمي، كذا، يطبطب. الفتره دي ليه تحرمه من الامومه في هذا السن اللي هو طبيعي محتاج له؟ طب الحل ايه؟ يعني هي نفسها حتى مش عارفه انا كده اعمل ايه؟ يعني فعلا مواضيع محيره. نعم. جدا. هو تسلك الاسباب. فإن سلكت الأسباب زي ما احنا بنقول، أخوها، خالها، عمها، هل خالتها، هل تروح بنفسها لو محدش رضي يقف جنبها؟ لا، هو طبعا عشان هي عايشة عند أبوها فلازم الأمور يبقى فيها افرض تسلسل. رفض الأب 6 شهور رافض. اه، ما احنا هنشوف مين اللي هيقدر يأثر على الأب. افرض ما فيش. بص والله أصل هنا يعني أنا حاسة معاكي، بيها والله معاكي معاكي، أنا مش هزهق معاكي. اه والله يعني. اصل فعلا اصل هي كونها اتصلت بعد 6 شهور فهي بتحاول تسعى، وان كان على فكره اوعي يكون ضعفك لدرجه ان انا مش قادره اواجه بابا بقوه بادب، ولا ان انا قادره اواجه حد من عيلتي، يعني دي اعمليها بقوه من غير ما هي اكيد خايفه يتلوي دراعها برضه. انا مش هسميها اواجه بعد اذن حضرتك، هسميها وانا عارف قصدك ونيتك، لاني اعرف انك عاليه الادب يعني ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. هنخليها انا هرمي المشكله عند بابا، انا هعرض مشكلتي على بابا، انا هستعطف بابا، انا هكلم بابا بكل ادب وبكل ذوق وبكل اولادي حته مني، لما يشوفني بعيط، لما يشوفني، لما يشوف اكيد هيرق وهيحن، لانه هو اب برضه، ما هو جزء من الموضوع انه خايف عليها. أيوة. جزء من الموضوع انه هو مش عايز، عايز يحفظ كرامتها ومش عايزه بالزبط. تبقى راجعه ولكن كده. عايزين نقول له يا رب يكون سامعنا يا رب، عايزين نقول له الاب ده او الولي ده، ولي الامر لازم بيفكر في كل التفاصيل، ما تفكرش في حته بس وتروح دايس على كل الدنيا دي. الاولاد دول بكره هيدعوا عليك لانك حرمتهم من امهم، مش انا، انت ما ساعدتش.
بس انا ما اقدرش اسعى عشان كرامتي وهم اللي طردوها. لا، انا هجيب الكبير بتاعهم واقول له تعالى هنا، ازاي ده يحصل؟ تعالى فهمني. هم متجوزين مش ناس مثلا في الاول، ولا خطيب وخطيبه، ده بينهم اولاد وعشره عمر، فلازم كده كده الموضوع يتحل، ما ينفعش ان هو. اقول لك حاجه جميله، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في مره راح للسيده فاطمه، فما رقاش ما لقاش جوزها اللي هو ابن عمها اللي هو سيدنا علي. علي بن ابي طالب. اين ابن عمك؟ ما قالش فين جوزك. ساب الزوجيه وراح يكلم على الايه؟ يعني زي ما تدخل مثلا على وتقول لها فين حبيبك؟ فين جوزك؟ لا، فين حبيبك مثلا؟ او فين اللي بيصرف عليك؟ قول لها كلمه مش اين ابن عمك؟ قالت لقد غاضب، زعلان مني. ما كذبتش على بابا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فذهب بنفسه صلى الله عليه واله وسلم يبحث عنه، وجعل بعض الصحابه انظر لي اين علي، فجاءه فوجده في المسجد وسيدنا علي نايم على التراب في المسجد، فجعل يقول له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، أو يا أبا تراب. النبي هو اللي بيصالح جوز بنته على بنته، هو اللي رايح له. يا أباء، يا أباء الزوجات، يا أباء الأزواج، أرجوكم ما تضيعوش الجيل اللي جاي، لأنه هو اللي في دماغكم أنتوا مش في دماغهم. عايزين نهيئ لهم جوا طيبا وسعيدا اسريا، وبناخد بالاسباب اللي نقدر عليه. فانت حاولي باللي تقدري عليه. هي بس اخر جمله قالت انا كده صبره ولا انا كده؟ اكيد انت صبره، بس لو ما كنتيش بتعملي الاسباب يبقى مش صبره، يبقى مش صبر، يبقى دي الحته السلبيه اللي حضرتك بتعلميها لنا. لا والله، عشان بس ناخد بالاسباب ونسعى. عملتي اللي عليكي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اسعي واتكلمي مع باباكي، واتكلمي مع حد من عيلتك على قد ما تقدري. قدرت انها تتكلم حتى مع جوزها بينها وبينه، عرفت تلاقي سكة. ممتاز. كل ده إصلاح، حتى لو من وراء والدك في الموقف ده. فحاولي بقدر الإمكان، لأن في النهاية دول أولادك، وربنا يعمل لك الخير يا رب.